لن يكون ابن ميسي لاعب كرة قدم، وهذا هو السبب. تياغو ميسي ليس جيدا في كرة القدم. السلام عليكم أصدقائنا الكرام. كما تعلمون، قد عاشت رياضتنا المفضلة مؤخرا الكثير من الاضطرابات. نعم، نحن نشير إلى بطولة سوبر ليغا التي استمرت يومان فقط، وعلى الرغم من أن العالم كله أدرك أن هذه البطولة قد انتهت، إلا أن صاحبها فلورنتينو بيريز ما زال يصمم على أنها بطولة قائمة وستحل محل دوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب. في كلا الأحوال سنتحدث بشأن هذا الأمر بشكل مفصل، ولكن ليس الآن، لأن الأمر لم يستقر بعد. اليوم سنتحدث عن شيء مثير لطالما وددنا الحديث عنه، ألا وهو لماذا لن يصبح تياغو ميسي لاعب كرة قدم مثل أبيه. إذا كنت تريد معرفة السبب فاضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. وقبل البدء أريدك أن تعرف أن حكمنا على تياغو ميسي مرهون فقط بكرة القدم، فقد ينجح في أي مجال آخر بعيدا عن الكرة. إذن من هو الذي أوحى لنا بهذه الأفكار المحبطة التي تخص أحد أفضل مواهب كرة القدم؟ ونحن نقول أفضل المواهب لأنه في النهاية هو أكبر أبناء الأسطورة ليونيل ميسي نفسه. وعلى خلفية أبناء اللاعبين سننتقل سريعا إلى كريستيانو جونيور الذي يعتبر نظير تياغو. ففي أحدى اللقاءات الصحفية علق لاعب المصارعة صديق كريستيانو حبيب نور محمدوف: ذات مرة تحدثت أنا وكريستيانو عن التحفيز والتشجيع وتأثيره، وقد أخبرني أنه يود أن يرى ابنه جونيور أفضل منه، ولكنه يخشى أن هذا لن يتحقق، وذلك لأنه عندما كان في مثل عمره كان أقصى شيء يحلم به هو حذاء لكي يرتديه، بينما كريستيانو جونيور يملك كل شيء. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن كريستيانو جونيور فكل ما عليك هو أن تدخل القناة وستجد الفيديو. والآن هيا بنا لموضوع اليوم الذي يتحدث عن تياغو. فنحن لدينا بعض الأسباب ونوضح بها لماذا لن يصبح تياغو ميسي مثل أبيه كلاعب كرة قدم. الهوايات التي يمارسها تياغو ليست نتاج حبه، بل هي من تأثير ميسي. فقد تحدث أباه ذات مرة في مارس 2017: لا يظهر تياغو اهتماما كبيرا بشأن كرة القدم، ولا يمكن القول بأنه مشجع قوي لبرشلونة، بينما لا تستطيع أن تفصل ابن سواريز عن الكرة. ولكن قد يكون هذا ليس صحيحا بشكل كامل، لأنه في عام 2017 تغيرت الكثير من الأشياء حول حياة تياغو. ففي هذه السنة بدأ حضور الكثير من المباريات وارتداء قمصان كل من برشلونة والأرجنتين، حتى أنه لعب في إحدى الفرق التابعة لمدرسة برشلونة. كل هذا يجعلك تشك في تصريح ميسي، فكيف للإنسان أن يولد في عالم كله كرة قدم ولا يحبها؟ بالطبع قد يعتبر العديد من الناس أن تصريح ميسي مبالغ فيه، وأنه لا يجب علينا كجمهور الحكم على ابنه، فهو ما زال صغيرا، ولكننا سندعم حجتنا بالمزيد من الأدلة، لذا فتابعنا جيدا. مهارات تياغو ليست رائعة كما ينبغي. أصدقائي، لنتحدث بصراحة، فقدراته ومهارات تياغو في أرض الملعب ليست كما نتوقع، على الرغم من أنه يؤدي جيدا ويحرز بعض الأهداف كما رأيناه في أحد المباريات التي تم إذاعتها مؤخرا، ولكن ليس الأداء المأمول كما نريد. يبدو أن هذا الأداء مصطنع وليس نتيجة التدريب الذي يحصل عليه. ولكن هل سيعترف ميسي أو أنتونيلا بتفاصيل هذا التدريب الخاص؟ إن كنت لا تعرف كيف انتهت أول مباراة له في مدرسة برشلونة، إذن دعني أخبرك أن المباراة انتهت بهزيمة لفريق تياغو 9-1، وكان ضمن التقسيم حينها يلعب كل من ميلان بيكي وبنجامين سواريز. ولكن ليس كما تظن، فإذا شاهدت المباراة فستعرف أنه لا يوجد أي طفل نستطيع التكهن بمستقبل جيد له. فحتى الآن يتضح أن تياغو يجتهد فقط ليظهر حبه لكرة القدم، ولكنه ليس موهوبا مثل ميسي. وإذا قمت بالبحث في اليوتيوب عن مباريات ميسي عندما كان بعمر 8 أو 9 سنوات،
وقارنت كل من الأب وابنه بنفس العمر فبالطبع سوف تشعر بالإحباط. وقد يقول البعض أن هذا ليس عدلا، ولكنني أخبركم أنه كل العدل. أليس الابن يحمل جينات أبيه؟ فقد كان يمر ميسي بين زملائه بكل سلاسة ويسجل الأهداف ببراعة شديدة، ومن المؤكد أن تياغو يحلم بأن يكون مثله في يوم من الأيام. ولكن هل يستطيع أن يكون مثل أبيه الذي اعتاد المراوغة والتسجيل في روزاريو حيث أمضى طفولته؟ من المؤكد أن الطفل يحتاج أن يقوم بالكثير من المجهودات لكي يأخذ نفس مسار أبيه ويخطو خطواته. برشلونة فريق كبير على مستوى تياغو. لا يبدو تياغو لاعبا من الطراز الرفيع الذي يناسب مدرسة برشلونة وأسلوبها، فالطفل لا يظهر أي تفوق لكي يثبت أقدامه في مدرسة برشلونة ويعلن عن وجوده. فبرشلونة ليست فقط أكبر نوادي أوروبا، بل أيضا لديها أكبر مدارس الكرة وهي اللاماسية، وهذا يعني أن تياغو محاط بلاعبين كبار من كل ضواحي البلدة، وأيضا أفضل اللاعبين من أنحاء العالم الذين قد أتوا بحلم اللاعب والاستمرار في نادي بحجم برشلونة. هل يلعب تياغو في برشلونة بسبب وساطة أبيه؟ تياغو ميسي تم تسجيله في برشلونة بسبب العلاقات، ولكن أي نوع من العلاقات؟ بالطبع علاقات أبيه، فهو يلعب الآن في سكولا وهو فريق تابع لبرشلونة يختص بأبناء اللاعبين وموظفي النادي. وإذا كان تياغو لاعبا جيد، كان من الممكن أن يخترق هذا التقسيم لينضم رسميا للأكاديمية برشلونة، ولكن يبدو أنه سيظل كثيرا في هذا الفريق، وهذا يثبت أنه ليس محترف بل مجرد هاوي. إرث أبيه كبير جدا عليه. والآن إلى أحد أهم الأسباب إن لم يكن أهمهم، فكما تعرفون هيمنة ميسي قوية جدا لدرجة أن نيمار فر منها إلى باريس، فكيف على تياغو أن يتعامل مع هذه المهمة الدسمة؟ فالعالم كله ينتظر من تياغو أن يؤدي نفس أداء أبيه وأن يصير على شاكلته ويبهرنا بالألعاب الفضائية تماما مثل والده. ولكن من المؤسف أن تياغو ليست لديه الحد الأدنى من المهارات لكي يبهر الناس حتى الآن، وهذا يعني أنه سيخيب أمال الكثيرين. البيئة التي حوله سخية ومريحة جدا. والآن مع أحد أهم العوامل التي تمنع تياغو الوصول إلى الاحتراف، فالأب والأم يظهرون الكثير من المشاعر لطفلهم ويتركون له كل الحرية ليفعل ما يشاء، فإذا أراد لعب الكرة واحترافها جيد، وإذا أراد أي شيء آخر سواء كان يضره أم لا فلا مشكلة لديهم. فكما يتضح أن ثقافة ميسي وأنتونيلا ليست كثقافة كريستيانو الذي قد منع كريستيانو جونيور من تناول الحلوى والوجبات السريعة عكس نظيره ميسي الذي أوضح أنه يطلق العنان لتياغو ليفعل ما يشاء، مما يعني أنه في يوم من الأيام قد يترك كرة القدم وتكون بالنسبة له ليست أكثر من تدريب. وفي النهاية كل ما نريده له هو أن يصبح لاعبا جيد من الطراز الأول ويكون دائما في الصفوف الأولى تماما مثل كريستيانو جونيور، ونحن نتمنى هذا لأن العالم ما زال في حاجة إلى الأبطال التي تستطيع أن تحقق أهدافها وتروي نجاحاتها. ولكن في نفس الوقت لأننا بصراحة لا نريد المنافسة أن تختصر بين كل من كريستيانو وميسي، بل أيضا نريدها أن تمتد إلى جونيور وتياغو لمزيد من الإثارة. ها قد انتهى الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبك، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وأن تفعل الجرس ليصلك كل جديد، وعلق لنا هل تعتقد أن تياغو ميسي سيصبح مثل أبيه؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. إلى اللقاء.